يعني كما وعدتم بمنافذ بغداد ومداخلها والطرق وأيضا الطرق السريعة إعمارها، اليوم هذا إنجاز كبير سوف يحسب لدولتكم وللعراقيين إن شاء الله بافتتاح هذا الطريق الدولي. تفضل. اليوم نفتح طريق بغداد الحلة الجزء الأول منه، تم العمل عليه بنجاح وتم إنجازه والعمل مستمر لإنهاء كل المشروع خلال عمر الحكومة القصير في حدود سنة وأربعة أشهر. نجحنا بافتتاح مجموعة مشاريع، بعضها متلكة وبعضها مشاريع تم إنجازها، من ضمنها جسر الكونكريتي في مدينة الناصرية، وكذلك مجموعة جسور في مدينة الموصل، وكذلك العمل على تأهيل طريق بغداد الكوت وطريق بغداد بسماية. ووضعت الحكومة خلال هذه الفترة القصيرة مجموعة مشاريع استراتيجية من ضمنها الطريق الحولي حول مدينة بغداد وبعض المحافظات. إن شاء الله بالسنة القادمة هناك مشاريع أخرى يجب التخطيط والعمل عليها، وعلى الحكومة القادمة أن تعمل بكل جدية على تأسيس مشاريع استراتيجية فيما يخص النقل والتجارة. العراق ممر مهم عالمي يحتاج إلى بنية تحتية حقيقية في الطرق والجسور. علينا مسؤولية اتجاه شعبنا، وعلينا مسؤولية أن نقدم الأفضل للأجيال المستقبل لكي يليق بمستوى العراق ويليق بالشعب العراقي. عندنا فرصة جديدة حقيقية أن نعمل سوية، ولهذا السبب نحتاج تحشيد كل الجهود لبناء العراق بكافة التخصصات من ضمنها الطرق والجسور. العراق يستحق، الناس يستحقون، عانوا الكثير، والآن فرصة حقيقية لبناء مستقبل جديد بعيد عن الحروب، بعيد عن سلاح المنفلت اللي هو خارج الدولة، بعيد عن التهديدات الخارجية. يجب أن نسعى العراق عافيتها، شعبنا عانى الكثير، وعليها أن نكون بمستوى المسؤولية بحفاظة كرامة العراقيين وننطلق المستقبل. المستقبل يجب أن نفكر في المستقبل، ما عندنا خيار غير خدمة بلدنا. شكرا.